مهما طال بنا المقام فإننا راحلون، لأن القدر ما وجد إلا ليفرقنا. سأسير على الدرب الذي نحته لنفسي، تصورته وتخيلته بخطى ثابتة، بإصرار، بعزيمة وعمل. سأحقق ما أرنو إليه وأحلم به، وسأصل، سأصل حتما إلى المراتب العليا. هذا ما أؤمن به، فمن سار على الدرب وصل. زكية شانيل. أكيد من سار على الدرب وصل، فماش حاجة مستحيلة في الدنيا هذه. اللي كبش في حلمته ويعمل هدف يحب يوصله، بحول الله يوصل. المهم الإصرار والعزيمة والعمل، والأهم تأمن بروحك وما تعمل على حتى حد. عسلامتكم الناس الكل، ومرحبا بيكم. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة، ديما ناشطين، كلكم حماس وحيوية وطاقة إيجابية. جيتكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وين رضاكم. أما قبل هذا كل، خلينا مع بعضنا الناس الكل نصلوا على رسول الله وناخذ الأجر والثواب مع بعضنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قبل كل شيء نحب نشكر المشتركين والمتتبعين اللي جوني من عند نورة كل، نحب نشكرهم ونحييهم الكل، ونقول لكم يرحم والديكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا. أنستوني وشرفتوني، وإن شاء الله تكبر قناتي بكم، ربي يفضلكم الناس الكل. وفرحتني نورة، الله يفرح قلبها الطيب والباهي. باهي لهنا البنات، وباش ندخلوا في الفيديو متاعنا. شوفوا لهنا، هذه ورثها لكم في فيديو سابق، وقلت لكم امي بعثتها لي. مي البنات شوفوا، خلوا نمشوا بالمرحله بالمرحله. باهي البنات لهنا، يعني قلت خلي اليوم خليني نجرب. قالت لي امي شدت فيا، قالت لي جربها. وكل اليوم سوق متاعنا. والبنات قبل هذا حبيت نقول لكم، الفيديو هذا راه مصور نهار اللي عملت الفيديو انا ونور، راه في نفس النهار، فهمتوا؟ هكا صورت هي المقاطع اللي بعثتهم لها، وبعد قعدت نكمل في نهاري بطبيعتي ونصور كي العاد. المهم البنات، وجاب لي راجلي هكا البرتقال هكا ومره ما قالت لي ملي حاصلو، ملي شافت باباها جاب القضية وجاب البرتقال، هي عشقها، بنتي عشقها، عشقها حاجة اسمها برتقال ولا مدنينة، كل حصيل تموت على القوارص مره ما بنتي. المهم اللي شافتها قالت لي ماما هيا عملنا العصير هكا. هو قلت هي زكية انت، ها وجي كل شيء مع بعض، معناتها باش تجربي الماكينة هذه الروبو، قلت باش تجربها هي برا، عاد جرب الماكينة. حصلوا لي البنات لهنا، في بالي عاد نجربها، عاد مفاجأة في هالماكينة هذه، في الروبو هذا مفاجأة مش عادية بصراحة. البنات كان نقول لكم الفجعه الكليت. والله غير نقص لكم راه في الصوت والفيديو حصيل. هاني حطيتك مشيت غسلت كعباتك برتقال وقصيتهم هكا، قصيتهم وحطيتهم وحطيت بطبيعه البريزو كله، حليتك البطون يا خوتي تعمل هكا درزه حصيله. والله هي البنات فجعت فجعه، لين ما رام بنتي غاد تفرج على التلفزيون قالت لي ماما شنو هذا، في بالها درا شنو، فهمتوا؟ وهي الماكينه ما شاء الله، كان سخراني عملت البطون، معناتها راني بالسياسه فهمتوا، راني حليت في بالي كهو يا اخي، طلعت قويه قويه مش عاديه البنات. والحاجه زاد اللي فاجئتني بصراحه، فاجئتني بالقديم بالقدي، خاطر راني شفتها اما ثبتش فيها كيفاش، وفي بالي تعصر تحطي فيها تخرجوا لك معصور وكهو، فهمتوا؟
اللي تفاجأت بها ان هي الروبو هذه تخرج لك العصير وحده والقشور وحدها. والله هي البنات العصير كونسنتري وزيدوا قريتو كمان القشور نتاع القوارص فيهم من الزيت هذاك، في معناتها بالزيت نتاعها مش عادية مش نورمال ما شاء الله. والله شوفوا يا البنات الماكينة هذه بصراحة اختراع والله مش عادية. والله حبيت اخليكم كان لقطة اللي تفجعت فيها خليتها عادي، فهمتوا؟ مش عادية ما شاء الله. والله والله أول ما شفتها بصراحة ما عادي، أما ما شاء الله يا البنات ما شاء الله. هي أمي الحاجة المفاجأة في الموضوع، أمي عطتها لي كيما سمعتوا يا البنات، أمي عطتها لي الروبو. تكلمت انا وياها في التليفون، سالتني قالت لي جربتها ولا لا، قلت لها راني جربتها وطلعت يمامتي واو على الاخر. قلت لها كيف تجيب حذايا ان نجربها لك تشوفاها معناتها كيفاش ترحي، والا قلت لها كانت تحبي نرحيها لك، نرحي لك انا كنت جايه نرحي لك شويه نبعثه لك ونبعثها لك نحطها في رجعها في كردونتها ونبعثها لك مع بريك. يا نورة راجل اسمه مبروك هو انا تربش بيه بريك. المهم قلت لها كانت تحبي نرحي لك منها ونرجعها الكردونة تشوفها وكل، كانت تحبي كيف تجي هنا نجربها مع بعضنا تشوفها ومن بعد نرجعها الكردونتها وروحي به شوية. قالت لي يا ربي سهل تو نجيب حذاء، اما ما قالت لي بنيتي بري استعملها على روحك ان شاء الله مبروك عليك من اللي بعثتها راني نويتها لك. قالت لي كيف طلعت باهية كل شيء، شدي بنيتي انتي ديما تصنفي وديما ترحي وديما تعملي كلها كتعاونك في الكوجين. والله هي البنات فاجئتني والله، قالت لي كان استحقيت حاجة مثلا باش تعصريها لي ولا حاجة، تو انا نقول لك اعملي لي الحاجة مادامني هنا في مارث. وقالت لي راني في سوسة انا ماك عارفة راني عندي. والله صدقون البنات فاجأت على الاخر على الاخر، قلت لها راني لا وكل شيء وكل، انا ما حبيتش معناتها وكل. والله ربي فضل لي ميمتي الغالي، يا ربي يعطيها الخير. شوفوا البنات 400 فولت، ها شوف شفتو، ودو فيت وفيها دو فيتاس. والحاجه اللي عجبتني فيها البنات نجم نحطوا تلعبه كامله من غير حتى ما تقصها، ديجا مكتوب على الباكو نتاعها. والله تفاجأت بها بصراحه، والله بتقولوها ذكيه هبلت فرحانه بالروبو قد الفرحه هذه كل بصراحه، والله فرحانه بها قد الدنيا الحقيقه. هذا الشيء انه شيء جميل. خليني نقرب لكم، هنقرب لكم باش تعرفوا علاش علاش ذكية اش تحكي علاش تحكي. هاني جيت وهاني لا رفيق، جيت في وقتها لا محالة. كبيرة ما ننساش هنقصها، اما هي هنا عارفة روحها اش تعمل. شوفوا لبناتي حناناتي وركزوا معايا، شوفوا شوفوا البنات نعمل مثال فيت باش نعمل فيتاس وحده. شوفوا كيفاش تخدم وشوفوا من غادي، شوفوا هذا من اختراع. شوفوا هكا خليه قاعد يتصقطر وشوفوا لهنا، ان شاء الله ان شاء الله يظهر لكم حصيله. المهم يعني ادت وظيفتها، شوف ما قعد شيء، شفتوا اللي حطيتها ما قعد شيء. مينتي ربي يطول في عمرك يا مينتي، ربي فضلك يا مينتي، ربي يخليك يا مينتي، ان شاء الله تاج على راسي ديما 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 نقول امي الغاليه ديما مينتي تود فيا ديما مينتي مش مقصره معايا، ان شاء الله يا ربي يحفظها يا ربي، ان شاء الله نكونوا مرضيين للوالدين، وان شاء الله يا ربي نعملوا معاهم كان الباهي يا رب، ان شاء الله ربي يشدها بصحتها بنتي. عاد امي قلت لها راهي ترحي معناتها تعصر العصير وحده كونسنتري معناتها، قلت لها وصدت كما قلت لكم البنات حتى بقى الزيوت نتاع هذاك في القشور وكل، والله مش نورمال. قلت لها وتعمل القشور معناتها القشور وحدها عصير وحده القشور وحدها. قالت لي بناتي شدي مبروك عليك ان شاء الله دخلتك بالهنا كله، والله نويتالك بنيتي عاوني بها روحك وكل شيء، رغم اني والله تعرفني امي ماني مغرومه بالحاجات هذه. الحمد لله يا ربي البور لومون الماكينات الكل الحمد لله الحمد لله يا ربي على الاخر،
عندي كل شيء متاع الجوزه متاع اللي تعمل هيك الرشته وتعمل الدبله وكل عندي اللي رقم صورتهم المره اللي فاتت عندي الحمد لله يا رب، خاطر مغرومه بالحاجات هذه ونحب. وصدقوني البنات فما المره اللي فاتت شفت المغازان لقيت هيك روبو كل شيء، عندي كالمكسر بتاعي هذيك اللي تعمل القمصان هذاك فهمتوا كان تاع تريحه التوابل زاده. اما مشيت المغازان قلت كان نشري هي تشبه هذه مش كيما هذه، ما قلت كيما هيك معناها ترحي بقشوره بكل شيء فهمتوا، مش كيما هذيك مش كيف كيفرة. وهذه اقوى من اللي عندي، قلت كان نشريها وكل سبحان الله، قلت كان شي عندي فلوس راني نشريها، اما نبجل الحاجات بالاولويات فهمتوا ما شريتهاش. ومشيت زاد الكارفور متاع جابس وكل عجبوني برشا حاجات وما كهو الواحد. المهم يا اخي ربي سبحانه وتعالى شوفوا كيفاش، والله سبحان الله والله البنات ساعات نشتي حاجة، نشتي مثلا حاجة هيك نشتي حاجة في الدار نبدا نقول والله كان مثلا في خاطري والله كان هيك الحاجة مثلا الله شي هيك الحاجة، صدقوني يا البنات والله لكم محلفيني يجيبها راجلي هو جاي في ده والله لا نقول له لحد شي، والحاجة اللي نحب عليه ساعات زادا نشتي حاجة تجيب حدايا أمي وتجيب لي نفس الحاجة، نقول لهم يا أخي قيتوا أفكاري ولا شبيكم معناتها، نقول لهم والله والله العظيم الحاجة هذه هي الحاجة اشتريتها اليوم، ولا قلت اليوم كان مثلا عم تجيني الحاجة هذيك. سبحان الله والله يا البنات إن شاء الله كما يقولوا لا نعمل شر ولا نطيحوا فيه، إن شاء الله أي حاجة نتمناها ربي يحققها لنا وربي يعطيها لنا، والله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله بالقدا بالقدا. عجبتني برشا الروبو، وقلت لكم البنات القشور نتاعها تنجموا مثلا تشمسوهم هذوكم وتعملوا بهم الكيكات نتاعكم وكل، ولا مثلا هي ما يجي هذا القشور في الدروع ويجي في القهوه في برشا حاجات فهمتوا، هكا ديجا حاضر مرحي حاضر هكا هو لهني هكا. وحبيت نشارككم والله حبيت نشارككم فرحتي بركه بالماكينه وكل الروبو هذه، هي فرنسويه هذه البنات، واللي يحب مثلا حتى خد فكره عليها راهي باهيه كما قلت لكم 400 فولت وفيها دي فيتاس وقويه برشا برشا بالكدي بالكدي وفالحه فالحه القشور وحده والعصير وحده فالحه بالكدي والله بصراحه بصراحه ماكيناتي مسميتهم الفالحات الشطرات اللي ايدي اليمين بصراحه الماكينات بصفه عامه. والله قلت لكم توبر لبومون ناقصتني كان ماكينه ماكينة معون هكاهو، ماكينة معون أختي تشكر لي فيها برشا 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 ماكينة المعون، إن شاء الله ربي سهل. وبر لماما اللي محل الدار هذه، الدار هذه صعيب برشا خاطر ما عنديش بلاصتها ومش نركبها انستالاسيون ما عنديش الحق وكل شيء، أما إن شاء الله ربي سهل فيها. المهم قلت للراجل ما يسهلش حتى كي بربي نشريها ونخليها في كردونتها لأن سهل ربي وكل ربي سهل، وما غاليين شوي يحب لها هيك تفتوفه معناتها باهيه بالكدي بالكدي، اما ربي سهل فيها بقدره ربي توا نعملوها ونعملوا الحاجات تحبوا عليهم الكل. نحب نقول لكم يا البنات يعطيكم الصحه قديش فرحتوني بكومنتارياتكم وتعليقكم على الفيديو اللي فات، الفيديو المشترك بيني وبين نوره كان عند نوره ولا عندي، فرحتوني بالقدا بالقدا والله لا كنت نتصور ان الفيديو باش يعجبكم وباش تشيخوا عليه بالطريقه هذيك، وعجبتكم المقدمه اللي عملتها في فيديو المشترك مع نوره اللي في قناه نوره. بصراحه والله فرحانه فرحانه من معناتها بالقدا بالقدا، ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم وان شاء الله ديما تقعدوا انتم سند لينا بعد ربي سبحانه، تسندونا وتشجعونا باش نواصلوا ونقدموا بالطبيعه وكل. شوفوا لهنا البنات وين حطيتك غسلتها رجلتها مسحتها وهني حطيتها لهنا هيك كتصدرتها متصدره ما شاء الله عليها هذه شفتوه هذاك تو في الصحن راهو لبلابي حطيت فيه شويه هريسه عربي هريسه امي ربي يفضلها اي هذا تشوفوا فيه تو هذاك. ولهنا قلت خليني نلم الدنيا هذه عندي من هنا وكل باش نلم الكوجينه ونغسل معوني ونغسل الكوجينه ونحيا كناب باش ناصله حاصل وريد كل شيء نظف كل شيء هاك معايا ان شاء الله تنشطوا بيا وتتحفزوا وتجيكم هكا الطاقه الايجابيه والحماس والنشاط والدنيا الكل حصيله ان شاء الله توصلكم. نعمل مسحه لكل شيء كل يوم نعمل هكا مسحه خفيفه وكل. ولهنا البنات عندي هكا الخضره وكل معدنوس والبسباس وكل هذوكم باش انا باش ننقيهم
نغسلهم ونحطهم في بلاصتهم وكل حصيله. المهم انا هنا في الكوجينه عندي زاده كتابيات تاع الكوجينه مش نحيهم هو باهيين هما تو خاصه في الشتاء باهي كي تفرشوا الكوجينه كل حتى على البرد وكل هاني نفرش فيهم وساعات كان نحيهم كل مره كيفاش. المهم عندي البنات كانت تشوف هذوكم البابز بتاع فيهم الزيتون هذوكم تحت الطاوله راني حطيتهم فم ديباناج معناتها بور لو مومون خاطر نبدلهم في المي كل نهارين نبدلهم في المي بعد ما معناتها بعد ما بعد ما نحطهم على نملحهم معناتها وكل ولي نحطه في بلاصه اخرى وكل اما تو باش نهزهم ونقعد نمد ونجيب ونرد وكل بصراحه قلت الواحد تعب الزايد وكل خليهم فما يعني كل بعد نهارين نبدل لهم المي نتنحى منهم المراره كيف تتنحى منهم البرارة وكل شيء نولي ان نملحهم نفوحهم معناتها بالملح وكل وخبيهم فرد مرة فهمتوا. البنات ممكن تقولوا لهنا مش فرد لبسة اللي كنت لبستها في الاول. البنات راني لهنا قلت لكم نهار السوق متاعنا عندي قضية من مشيت في عندي قضية مشيت قضيتها وجيت ومن بعد قعدت في الكوجينة كان نعمل في الماكينة كل شيء وصورت المقاطع هذوكم قلت لكم بعثتهم النورة وبطبيعة بعد ما معناتها روحت بطبيعة توضيت وصليت وكل ولبست الحوايج هذوما فما رجعتش نفس الحوايج فهمتوا علاش. اما راهو الفيديو هذا نفس النهار صدقوني حتى هو التصوير نتاع قعدت من الصباح هكا كان نصور فيه حتىش بعد العصر ظهر لي ومكا هو كل مره نتكلم في التليفون مره تكلمني امي ساعات تكلمني نوره ساعات تكلمني كلمتني اختي هكا وبطبيعه كل مره ساعات راجلي كيف يبدا على قضي خاطر هو في السوق كل مره هكا يكلمني ولا محاله والله حاطه التليفون تليفون على السيبور ونكلم فيهم وكل اما ساعات اني ناخذ راحتي في الحديث ونسيب كل شيء بالنيدي ونقعد ونتكلم ونحكي عادي معناتها فهمتوا هكا هو خاطر خاطر هذه توكي دخلت الكوجينه اخر حاجه معناتها تو راني مهنيه على البيوت وعلى الدنيا كل اخرى راهي نظيفه تو حركتي كل في الكوجينه هاني نتكلم هاني نعمل نقصتني تو كانت لافزه في الكوجينه ونعدي حتى الليل كامل فيها هكا قالت لي امي كي جيت بحذايا قالت لي زكيه لازمك تلفزه في الكوجينه قلت لها ان شاء الله والله جيت باش نعمل تلفزه ومن بعد البنات ساعات تقرروا حاجه من بعد تظهر لكم حاجات اخرين تولوا تبجلوا ولا كيما يقولوا تغضوا النظر عليها باش تعملوا حاجات اخرين وكل مريومات يا مريومات 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 حصيلوا مريومات نقول لكم نهاركم زين ونقول لكم على سلامتكم ونقول لكم اوغا اوغا المهم البنات لهنا قلت لكم شات قضيتي وجربت الماكينه نتاعي وقلت خلينا نعمل الفطور فطور ساهل ماهل مكرونه صلصه باش نعمل لهم فيسع معناتها بالطبيعه ديما في الصوص نتاع المكرونه ما نصبش مي برشا هاي باش نعملها بالدجاج ما نصبش مي برشا وكله بعد نصمت هكا المكرونه ساهله ما لها فيها حتى شيء باش نقص معاها زاد شحط نعمل معاها شويه سلطه خس وكل وكا هو يزي ونكمل عاد كوجينتي نركح لها امورها ومن بعد نمشي وبعد هي كهو نمشي لبنيتي عاد وكهو لين يجوا هما للفطور معناتها كهو لهناك نفرش فيكم ونرجع فيكم التابيات عاد حصيلوا هاكم على الفيديو ان شاء الله يعجبكم بطبيعه تو باش نمشي عاد لك الخضره نتاعي مفطوري هنا قاعد يطيب على روحها وهاني تو باش نعمل الخضره هذه نتاعي نغسلها ونركح لها امورها وكل وان شاء الله في الفيديو الجاي عندي زاد شويه بسباس فما متتبعه طلبت مني باش نعمل الفرفوشه محكك الجابس بتاعنا ما في كل ولايه كيفاش يسموه نحن لهنا رانا نقولوا له محكك ونقولوا له كسكسي بالبسباس وفي ولايات اخرين كل حد كيفاش يسميه فهمتوا. المهم البنات ان شاء الله في الفيديو الجاي نعمل لها المحكك الجابس بتاعنا بطريقه هكا سهله وجهه بنين وجهه معناتها مفرق كل كعبه وحده خاطر فما برشا فما شكون جاني في الميسنجر وحده مش اللي قالت لي عمليه لي هذيك عملته وجهه بالكدا خاطر عملتها في فيديو عملتها في فيديو سابق قالت لي جربتها زكيه بطريقه جاني هبل يهبل. المهم هذه متابعه اخرى معناتها مش نعمل على خاطرها نعاود المحكك وكل
نعمل بطريقه مخذتها على امي فاطمه ما شاء الله عليها، كانت في التطيب امي فاطمه وهي توا كبرت وكل ربي يطول في عمرها، كل ما كان بصراحه تطيبها لا يعلى عليه، بنين 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 يهبل سبحان الله، والله في قوه في بنا ما شاء الله، معناتها خذت الطريقه عليها جهه كل كعبه وحدها ما جهاش ملكز، واهم حاجه توا نفسر لكم كل شيء حاصل من غير ما نقول في الفيديو هذا. المهم له البنات هنا حسب رايكم شكون نكلم توا؟ اكيد اي نورة شطورة. نكلم في نورة، هاني قاعدة ننقي في المعدنوس وال وكل وحاصل ونقيهم، وخاطر نقيهم بعد نمشي نغسلهم هما هكايا معناتها وكل قبل ما نقصهم هكا، ومن بعد نقص على روحي وركح اموري وكل لهني هكا. ونستني حصيل وفي ساعة ما لقيتهم. ونستني نورة بلا حديث، كل ولا تعذر وقت لفقت بيه هكا لهني هكا شنو نمشي نكمل عاد هاي حتى شوف حتى مقروتي ها هي حصيل ولي الحديث والمغزل وخيتكم راني نقد روحي. شوفوا اللقطه هنا ريتو تو لهنا راهي هذا مرومه بنتي هاي هذه جت معناتها فهمتوا. المهم يا البنات هذه المقرونه الصلصه نتاعنا، قالت لي مرومه نحيلي شويه ماما اعمليها لي بالزبده، تحبها تموت عليها بالزبده هكا والمايونيز والفرماج فهمتوا كالرابي، تحبها تموت عليها هكا قلت نحيت لها طريف والاخر عاد باش نحط عليه الصوص وفوحه وكل. والله جيت بنينه على الاخر البنات، نودكم لشهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنه. نسمع فيكم راه نسمع فيكم تقولوا فاوحه وبنينه وريحتها زكيه. يا نوره زاد فاوحه وبنينه وريحتها زكيه، مش كيما قلتيها لي انت في الفيديو حشمتيني ماكش حافظه كلمه اخيتك. واني حافظه كلماتك الكل، تويك وصلت بكم لنهايه الفيديو والمفيد به وبوصه مرصوصه للناس الكل هذوكم كل حفظتهم، وانت كلمه خفيفه نظيفه ما حفظتيهاش باهي بطالة فاهم. تكهو البنات البنات باش نحكي لكم فيت فيه على فوائد المعدنوس، بما اني نعم في الخضره وكل البنات المعدنوس راه فيه مضادات للاكسده اللي تحمي حتى شاكم من المرض الخايب فهمتوا، سرطان عفانا وعافاكم الله كيف تغلوه وتستعملوه فهمتوا، وزاد باهي حتى اللي عندهم عندهم الحجر في الكلاوي، وباهي زاد حتى اللي عندهم هكا الغاز معناتها كله، وباهي اللي كيف تبدا الكرش كما منفوخه باهي زاد، وباهي للقبض الامساك يعني معناتها، والبنات باهي حتى يقوي العظام راهم تاع البدن نتاعنا فهمتوا، وينحي الالتهابات. فبصراحه في برشا منافع وبرشا، وخاصه انه الخضار الخضراء راهي فيها برشا منافع. يا مرومه خليني نحكي معاهم شبيك، وباهي نقي الدم وباهي الدوره معناتها الدمويه نتاعنا، وفيه برشا 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 ومدر لحشاكم للبول، وباهي للدوره نتاع المراه وكل فحاصيل، وفيه برشا 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 فوائد ويحسن حتى من النظر نتاعنا الرؤيه نتاعنا، وفيه فيتامين اي البنات حاصيل، وفيه برشا برشا والله بصراحه فوائد جمه لا تحصى ولا تعد. هاني قلت لكم على شويه من شوفوا البنات هنا جبت اكل الزيتون نتاعي اللي عملته معاكم بالملح المره اللي فاتت وكلها وسيح ذر، مازال لي نستنى هاني في الزيت زيتونه باش نعمل له دهنه بالزيت زيتونه ونخبي هاني باش نفرغ المحنة في حكه بوات وكل شيء نخليه مغطى محفوظ غاديكا ولين يجي لي الزيت فهمتوا. حاصل والله جاي طايب طاب بالقدا وفيك الزيت كل الزيت من داخل والله، وجيها للمطعم تاع باهي لا هو مالح برشا ولا هو مسوس، جي يهبل يهبل يعشق يعشق خبز وزيتون. باهي هذا الخبز والزيتون نوري فيكم ونقول لكم شوفوا راهو فيه الزيت معناتها هكا هو حصيل. البنات قلت لكم باش نقول لكم حاجه مريومه فما بعثوا لي البنات حصيل حاجه هكا هي تفجع فهمتوا، عفت تيك توك لقاها يا اخي بعثه جي راجلي قلت له قلت شوف بالله بري قلت له المدنيين رد بالكم تاكلوا منها هكا هكا العروق هذوكم من داخل فهمتوا في كعبة المدنيين رد بالكم راهي مش باهيه، وكل وقت حتى تليفوني يتفرج قال لي بالرسمي والراجل هكا متحمس هكا وبكل جديه ويتفرج على الفيديو يا اخي، لين جيت في الاخر حصيلوا فيها فجعه هي
بديت نضحك، حسيت سمعتني مرومه، جيت تجري قالت لي ماما. لا قلت لها لا ما تتفرجيش بنتي حاجه كذا، شد صحيح قلت لها راه فيها فجعه وكل. قالت لي لا ماما ما نتفجعش خليني نتفرج يا بنتي. راك حسيت شد صحيح، حتى بريك قال لها ما فوق عليك ما تتفرجيش وكل. شد صحيح ماما يعيشك يا ماما يعيشك خليني ان نتفرج ما نتفجعش. ودرا شنو اعطيتها التليفون حسيت لها باش نعدي لكم مقطع بين بريك ومرومه ومقطع مرومه زاد واحد. اللي اول مره يشوف قناه زكيه شانال يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا به. ما تنسونيش بتعليقاتكم المحفزه ولايكاتكم المزيانه. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلامه الناس كله في امان الله. رد بالكم تكله هذيك بتاع المدايه من داخل على تشوفها.